بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. سورة المؤمنون. ترتيبها بالمصحف الشريف. هي السورة 23 ترتيباً. سبب تسميتها. سميت المؤمنون لاستهلالها بالآية قد أفلح المؤمنون. تاريخ ومكان نزولها. مكية، نزلت بمكة المكرمة. ترتيب نزولها. هي 74 نزولا على النبي صلى الله عليه وسلم. عدد الآيات والكلمات والأحرف. عدد الآيات 118، عدد الكلمات 1051، عدد الحروف 4354. المحكم والمنسوخ من آياتها. الآيات المحكمة 116، الآيات المنسوخة 2. مواضيعها. تبدأ السورة ببشارة الفلاح للمؤمنين وتعرض لصفات المؤمن الحق، ثم تتحدث عن قدرة الله تعالى وتسلسل خلق وتكوين الإنسان بإعجاز علمي باهر، وتعرض بعدها لخلق الله من الظواهر الطبيعية إلى الكائنات جميعا، ثم تورد قصص بعض الأنبياء موعظة وعبرة للناس، كما تبين يسر التكليف الإلهي وأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وتطمئن النبي صلى الله عليه وسلم وتبشره بنجاته من القوم الظالمين مبينة له أسلوب الدعوة، ثم تتحدث عن يوم الحساب وأهواله، حيث الناس يومئذ فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. وتختم السورة بآية تخاطب الرسول الكريم أن يطلب الرحمة والمغفرة.